طيب، موقف قريش من فكرة استعداد النبي صلى الله عليه وسلم للصلح، أرسلت قريش رجلين موفدين ثم أرسلت سهيل بن عمر. بداية النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل رسولا، أرسل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان الاختيار بداية على سيدنا عمر، فقال يا رسول الله يعني ما من رجل أكره أو أبغض إلى قلوبهم مني، فلو أرسلت إليهم سيدنا عثمان. سيدنا عثمان لأنه أول شيء دمس الأخلاق، هادئ ليس كسيدنا عمر فيه يعني شدة على الكفار، ولقرابته لأنه بني أمية كانوا هم العصبة الأكبر الموجودة في مكة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث رجلا له عصبة وعشيرة تحميه، ويأتي برسالة السلام، أن يأتي برسالة السلام. لما بلغ عثمان هذه الرسالة وغاب، قالوا قريش، وهنا تظهر عملية ولاء الجنود والأتباع للقيادة، أرادت قريش أن تعطي رشوة لسيدنا عثمان حتى تباعد بينه وبين رسول الله، فقالوا يا عثمان إن أردت أنت أن تعتمر وتطوف بالبيت ففعل. فقال سيدنا عثمان ما ينبغي لي أن أطوف حتى يطوف رسول الله. وهذا دليل التبعية المطلقة والتلاحم، وهنا يعني أدركت قريش أن هناك علاقة وثيقة، وأن هذه العصابة عصابة المسلمين لا يمكن تفكيكها. ولما طال غياب سيدنا عثمان جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش غدرت بعثمان أو أن عثمان قد قتل، فمباشرة النبي صلى الله عليه وسلم دعا الصحابة إلى بيعة الموت، إلى بيعة الرضوان، 1400 صحابة بايعوا تحت الشجرة على القتال حتى الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تظهر أيضا إخلاص القيادة للأتباع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى عثمان، عندما بايع الناس ضرب بكفه اليسرى على اليمنى وقال هذه عن عثمان وبايع عن سيدنا عثمان. هذه البيعة واستعدادهم للموت ووصول أخبار هذه البيعة إلى قريش بدأت تفكر بالأمر جد. صحيح محمد عرض الصلح، لكن فكرة القتال وفكرة الحرب، إن الذين يعني كتبوا صلح الحديبية هم نفسهم الذين بايعوا على الموت، لا يمكن أن تذهب إلى المفاوضات وأنت خالي الوفاض من أي ورقة ضغط أو من أي تلويح بالقوة العسكرية في حال انقلبت الموازين. الذي يذهب بدون أوراق ويذهب إلى التنازل ويذهب إلى الانبطاح وتضيع القضية والتفريط بالحقوق، كما يعني بيعة الموت بيعة رضوان، هذه رسالة لقريش في ذلك. كانت رسالة لقريش ورسالة لأصحابه، وشد عصب أصحابه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه يعني وسلم. ترتيب البيت الداخلي وجمع قلوب الصحابة على قلب رجل واحد ورفع هممهم، وبعث أيضا برسالة إلى قريش أن هؤلاء الذين جاءوا عمارا وحجاجا ومصالحين يمدون لكم يد المصافحة يمكن أن يتحولوا إلى مقاتلين أشداء إذا ما غدرتم بالمسلمين ولم تردوا بالتي هي أحسن على هذه الرسالة. فهذا من فقهه صلى الله عليه وسلم، ومن دبلوماسيته أنه لا يكتفي دائما بإرسال رسائل الصلح ورسائل التطمين، وإنما أيضا يلوح بعصا القوة.